معلم والله لو بدها تعمل شي كانت عملت. وانت بدك ياني اقضي عمري على الاعصابي ناطر هي الكلبه بدها تعمل او ما بدها تعمل؟ طيب شو الحال؟ هاي البنات لازم يتعمم اسمها على كل الحواجز وتصير مطلوبه للامنه جنائي، وبهي الحاله نحن بنضمن انه هي ما راح تسافر برا البلد. ليش اذا انقلت برات البلد مو احسن؟ غبي لك يا حمار، لك هي المخلوقة إذا طلعت برات البلد رح تسعى بإيديها ورجليها لحتى تنتقم مني ومنك. وكيف نخلي اسمي تماما كل الحواجز؟ نحرك قصة رولا اللي اتهمتها بسرقة 200 دولار من جزدانها؟ لك لا، هي قصة ولدني. أنا بدي قصة خلي جنائية كلها تترك شغلها وتشحط طوط القطة لهالكلبة. مثل شو؟ مو شغلك هلا، روح نقلع من خلقتي، بروق لعند رولا خليها تضب اغراضها وجهز حالها على السهرة آخر الليل معي. أمرك أمرك مالي. حلوين هالأظافير. بتعرفي شو أكثر شغلة مشتاق لك فيها؟ شو بيروحي؟ مشتاق لهي العينة يا ابني الواشمتية، فرجيني اياها روحي. كثير بحبك أنا حبيبتي. يا حيوان شو عملت لي؟ يا سوتي لك غازي لا تحكي صوت، فهمي طلعي فيني. بتعملي اللي عم اقول لك عليه. فهمي علي شو عم بحكي. بس يجوا ياخذوا الضبط بتقولي لهم انا كنت طالعه من المحل اللي عم بشتغل فيه وانا عم سكر الدرج، بيجي واحد بيطعني بضهري وبيهرب. عم تفهمي؟ بيرجعوا بيسالوكي عندك عدوات مع حدا؟ بتقولي لهم انا ما عندي عدوات مع حدا. الا قبل يوم اتخانقت انا وبنت اسمها يمنى، طالبه معنا بالسكن، سرقت لي مصاري مشان هيك توعدتني قدام رفقاتي انه بدها تاذيني. بتحكي هدول الكلمتين وبتحاكيني مشان زبط لك الموضوع. عم تفهمي؟ عم تفهمي شو عم لك ولا لا؟ يلا روح البسي بسرعة. سيادة المخدم الله يوفقك، لا تقلي القصة مو مستاهلة. الله وكيلك الله وكيلك. المشكلة اللي صارت بالسكن والله ما تدخلت فيها أنا. بعدين توصل القصة إنه وحدة تجيب واحد بلطجي وأزعر ليشطب رفيقتها، تخنت سيدنا تخنت. وأنا إذا سكتت وكبرت المشكلة أكثر من هيك، بتعرف المسؤولية أنا اللي بدي أتحملها؟ حيقولوا لي أقل شيء، ليش ما بلغت؟ أنا بلغتك سيدنا، وأنت حر بتقدير خطورة الموقف. على عيني سيدنا، الله يساعدك يا رب. يوصل بيوصل. الله معك، مع السلامة.